قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن توجيهات سمو أمير البلاد خلال لقاء اليوم تزيد من تفاؤله في تجاوز كل التحديات والتركيز على الجانب التشريعي في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا ثقته بقدرة النواب على ترجمة تلك التوجيهات إلى واقع عملي ملموس. تشرفنا اليوم أنا وأعضاء الوفدين اللي راحوا تركيا واللي جنيف. تركيا مؤتمر البرلمانات الآسيوية والأوروبية، جنيف مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. تشرفنا جميعا بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين، ونقلنا لهم ما حدث خلال الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا في تركيا واللي عقدت في جنيف. بالنسبة لأسئلتكم فيما يتعلق برؤية المشهد السياسي، أنا حقيقة دائما متفائل ودائما أعتقد بأن أصوات العقل والحكمة هي التي ستعلو في النهاية. واليوم بعد لقاء حضرة صاحب السمو والاستماع لتوجيهاته واللي استمع لها كافة النواب الحضور، أنا أكثر تفاؤلا بتجاوز كل التحديات، سواء التحديات الحقيقية اللي نواجهها أو التحديات المصطنعة، لأن هناك أغلبية ساحقة من أعضاء المجلس يقدروا الوضع الإقليمي الحساس اللي نعيشه في الكويت، ويغلبوا بالتأكيد المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة. وتم التطرق للعديد من الملفات البرلمانية المهمة على الصعيد المحلي، واستمعنا لتوجيهات صاحب السمو، وأنا جدا متفائل لأن يكون دور انعقاد مثمر هادئ إن شاء الله نركز فيه على الجانب التشريعي أكثر، للجميع يعتقد بأن فيه نوع من التقصير، ودائما الجانب التشريعي مرتبط بالجو السياسي. متى ما كان الجو السياسي هادئ ويهيئ البيئة الصحيحة والسليمة لإصدار العديد من التشريعات، تجدون العديد من التشريعات تصدر. ومتى ما كان هناك الكثير من الغبار السياسي، بالتأكيد سيؤثر هذا على الجانب التشريعي. باختصار شديد، كنت متفائلا، واليوم بعد لقاء حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد أكثر تفاؤل، خاصة بعد النقاش اللي تم وبعد التوجيهات الواضحة اللي استمعنا لها من حضرة صاحب السمو. وأنا واثق كل الثقة بأن أختي وأخواني النواب سيعون ويقدرون ويحترمون هذه التوجيهات ويترجموها إن شاء الله إلى واقع عملي ملموس خلال جلسات دور الانعقاد القادم. الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء الافتتاح، في الجلسة في جدول أعمالها ستكون مدرجة الاستجوابات التي قدمت، وسيكون مدرج أيضا في نفس الجلسة أو جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة التشريعية الخاص في عضوية النائبين دكتور جمعان الحربش ووليد طبطبائي. وبعدها بأسبوعين وراح يوزع الجدول عليكم، تبدأ الجلسات إن شاء الله العادية. نأمل إن شاء الله أن في نفس الجلسة ننتهي، بعد ما ننتهي من الاستجوابات وهذه الملفات، ننتهي من انتخابات اللجان، وإذا لم ننتهي منها في الجلسة الأولى ستكون أول بند في الجلسة اللي تليها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وإن شاء الله يعني نعدي كل التحديات اللي تواجهنا بتظافرنا وبتعاوننا وبتغليب، كما قلت سلفا، صوت العقل والحكمة وتغليب المصلحة العامة للبلاد، آخذين بعين الاعتبار الظروف الإقليمية الدقيقة التي نمر بها، وأن نكون إن شاء الله عون لصاحب السمو ربان هذه السفينة لقيادة هذه السفينة وسط الأمواج المتلاطمة.